بداية صباحنا سلمى رح تكون مع شاعر أتقن الغناء، شعر كان من أهم شعراء الأغنية مو فقط السورية والعربية، ودعناه أول مبارح الشاعر الكبير الراحل صفوح شغالة، ترك إرث كتير كبير. حبه يمكن للشعر وللغناء أثر فينا كلياتنا، يمكن ما في حدا منا سلمى اليوم إلا ما بيذاكرته فعليا، إن كان بمرحلة المراهقة أو الطفولة، أحد أغاني الشاعر الراحل صفوح شغالة. أكيد الله يرحمه، يعني صفوح شغالة مكتبة عربية مهمة ونفتخر فيها أكيد بسوريا. مثل ما قلتي هو مو بس كان من شاعر غناء معروف بسوريا، أيضا من المطربين العرب لهم كتير أغاني كانت من كلمات الشاعر صفوح شغالة اللي رحل عنا جسدا، ولكن أكيد ألحانه وأعماله الفنية رح تبقى حاضرة بتاريخ الفن السوري. خلينا نروح لنتعرف على محطات من حياته بالمادة التالية.